وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب عين، اليوم راح ناخذ ملاءات اليونت الاول، تمام؟ راح نبدا اول شيء بالمعاكسات. المعاكسات كلش مهمات، واغلب الاسئله الوزاريه اللي تجي بها معاكسات، ويكون عليها درجتين بالامتحان الوزاري، فلازم تحفظوهن. خاف اكو طلاب ما تعرف شنو الملاءات، انا وضحتها بالفيديو الاول، لكن خاف. يعني مثلا شنو الملاءات؟ الملاءات يعطيك كلمه، اوكي، يقول لك تيربل، هاي همتني اخلي لك اياها، يعني المعاكس صارت فانتاستيك، تمام؟ يقول لك بورينج، فراغ، اوكي، هيك شيء فراغ، هذا الفراغ انت شو تكتب انترستينج، هيك شيء. او مثلا يقول لك جود صارت باد، دارك فراغ، انت شو تكتب له برايت، وهكذا. فهذني صحون الاملاءات، لازم ما تخطأ بكتابه الكلمه حتى ما تتنقص، اوكي. فاول شيء نبدي بالمعاكسات، عندنا هذني لازم تحفظهن. عندك اول وحده تيربل، المعاكس مالتها هي فظيع، المعاكس مالتها فانتاستيك، رائع. boring ممل، المعاكس مالتها interesting ممتع. dangerous مهمة، شنو المعاكس مالتها؟ safe، okay. good المعاكس مالتها bad سيء. dark مظلم، المعاكس مالتها bright. noisy مزعج، quiet هادئ. سمين fat، thin نحيف، تمام. important غير مهم، المعاكس مالتها important، فقط حذفنا، او هو ممكن بالامتحان يعطيك important، المعاكس مالتها غير مهم، فهنا تخلي فقط un ونفس الكلمة unimportant، تمام. old fashion مودي القديم، old fashion، تمام. المعاكس مالتها هو حديث، modern. اللي بعدها happy سعيد، المعاكس مالتها sad. اللي بعدها مريح comfortable، مريح comfortable، المعاكس مالتها uncomfortable، نفس هذه هسه اللي خلناها، هذه نفسها، بس تخلي شنو؟ تخلي يوان، نعم، هاي هي uncomfortable، غير مريح. expensive همات المهمة، هو جاي بالوزاري. شنو المعاكس مالتها؟ غالي. شنو؟ رخيص، cheap. ugly قبيح، المعاكس مالتها beautiful، ugly قبيح جميل، beautiful. old قديم، المعاكس مالتها جديد، new. difficult شنو المعاكس مالتها؟ صعب، مثلا اي امتحان او شيء صعب. شنو المعاكس مالتها؟ سهل، easy، تمام. وعندنا fast سريع، عكس السريع شنو؟ بطيء شنو؟ slow. و 17 stupid غبي، والمعاكس مالتها clever ذكي. short قصير، المعاكس مالتها tall. هذني 18 وحده كلش مهمات، ركزوا عليها وحفظوهن. طبعا شلون درسوهن؟ طريقه دراسه الاملاءات، تخلي لك ورقه وقلم، تمام، وتكرر هواي ما تريد تحفظهن، هيك تتبرع عليهن لو تموت ما تحفظهن، تمام. لازم تخلي لك ورقه وقلم وتحفظهن، يعني تكتب الكلمه مثلا كلابر، تكتبها هيك شي. بعدها دور تكررها، كتبت الكلمة تكتب المعنى مالتها ذكي، اوكي، تكررها بعد مرة كلافر حتى ما تنساها، كلافر، حفظتها تروح على اللي بعدها، وهكذا، تمام. خلي نروح بعد على شنو بعد عندنا. عندنا جمع الاسماء، هماتين هذا موجود باليونت الاول، لازم نركز عليها، هماتين يجيكم بالملاءات. عندنا اول شي احنا نجمع الاسماء باضافة الاس، تمام. تجمع الاسماء باضافه الاس الى المفرد ووكلات، مثلا عند السياره كار، من اريد اجمعها يصير كارز، ضفت لها اس. عند بوك، من اريد اجمعها يصير كتب، تمام، بوكس، ضفت لها اس. هاي ملاحظه. الملاحظه الثانيه، تجمع الاسماء باضافه اس، ركز هنا اس، للكلمات التي تنتهي ب او ز اكس سي اتش اس اتش سي اس اس و اس، تمام. انت من تشوف الكلمه منتهيه بهذا الني، شو تسوي لها؟ تخلي لها يس، تمام. تعال خلينا ناخذ امثله. شوف مثلا عدي شوف، باص بما منتهي بي اس، اذا ايش راح اسوي؟ اضيف له يس. شوف الثانيه، بوكس بما منتهي بي اكس، اذا ايش اضيف له؟ يس. وش شو تصير؟ وشز. واتش شو تصير؟ واشز. بوتيتو بما منتهي بي او، اضيف لها شنو؟ يس. وهكذا، هذا الني
اللي اضافت الكلمات المنتهيه ب x z o c جنني نضيف لنا ياس. تمام، اذا انتهى الاسم بحرف او مسبوق بحرف عله، ركز عله، نضيف اس. زين، هسه شنو هن حروف العله؟ يجي طالب يقول انا شو معرفنا بحروف العله؟ حروف العله هن الاو اي اي يو اي، هذا نكتبهن يمك، ذن حروف عله. تمام، عداهن يعتبر حرف صحيح. فانت من تشوف الكلمه منتهيه ب او قبلها حرف عله من هذني، شو تسوي؟ ضيف له اس. شوفوا عندنا مثلا راديو بنتهي ب او قبل اي، اذا ايش راح نسوي؟ نضيف اس مباشره. استوديو، فوتو بمنتهي هاي الفوتو تقريبا تعتبر شاذة، حفظوا لي اياها، يعني هي منتهيه بحرف او وقبلها حرف صحيح لكن ضفنا لها اس، فحفظوا لي اياها هاي شاذة. زين، الملاحظة الثالثة، إذا كان الاسم ينتهي بواي، ركز، إذا منتهي بواي قبل حرف صحيح، يعني مو حروف العلة اللي كتبت لك إياها، يقلب الحرف واي إلى اي ونضيف اي اس. تمام، شوف يعني هنا عندك واي، شو تسوي؟ تقلبه إلى اي وتضيف اي اس. شوف عندي كانتري بمن منتهي؟ منتهي بواي قبل شنو؟ قبل حرف صحيح مو حرف علة اللي هو الار. إذا ايش راح تسوي؟ راح تقلب الواي إلى اي واضيف يس. شوف عندي هوبي، شوف سوالها، ستوري شو سوالها، وهكذا. ركز عليها، مهمة هاي. اللي بعدها، اذا كان الاسم منتهي بواي وقبل حرف علة نضيف اس. تريد تحذفها يعني تخلي بالك بس هاي الملاحظة، يعني اذا انتهى بواي قبل حرف صحيح اوكي ايش اسوي؟ ما شفت حرف صحيح اضيف اس مباشرة. يعني مثلا شوف هنا انا عندي بوي منتهي بحرف و او واي قبل حرف او حرف عله، اذا ايش راح يسوي؟ قبل يضيف اس. فبالامتحان ايش راح يسوي لك؟ راح يقول لك ستوري، شوف ركز وياي، راح يقول لك ستوري صارت ستوريز. اوكي، يعطيك بوي فراغ، فانت ايش تجي شو تسوي؟ تقلب الواي الى اي وضمتين. لا حبيبي، هنا بما انه منتهي بواي قبل حرف عله فبهاي الحاله قبل تضيف اس مباشره للفعل، مو تجي همتين عود هنا قلت هنا ضايف حاذف الواي وتسوي مثله، لا انتبه. اوكي، اللي بعدها خمسه، بعض الاسماء التي تنتهي بحرف، اعتقد الصوت هسه يطلع ما واضح لان المايك ما مخليه عادل. مهم، اذا كان بعض الاسماء التي تنتهي بالحرف اف اي او اف تقلب الاف الى في ونضيف في اس. شوف عندنا وايف بمن منتهيه بفي، شو اسوي اني؟ اقلب الفي الاف الى في واضيف اي اس. شوف هنا انا عندي بمنتهيه، شوف اف قلبت الى في واضفت اي اس. شوف هنا هاي وهاي، فهنا ركزوا الملاحظه الخامسه، اكو عندنا يعني شواذ عن هاي القاعده، عن القاعده الخامسه، يعني هنا صح منتهيات ب اف لكن ما نقلبهن، يعني عندي هنا روف مو هماتين نقلب الاف الى في ونضيف، لا هذني شواذات، هذني انت احفظهن ميزهن، يعني هذا روف شيف جولف بروف والسيف، هذني شاذات تضيفينهن اس مباشرة، عداهن عدا هذني اذا لقيت حسب هاي الملاحظة تسوي تقلب وتضيف اس. تمام، يعني ممكن بالامتحان يقول لك وايف صارت وايفز. اوكي، روف شو تصير؟ هاي الروف شو تصير؟ انت مو تجي قبلها ماتين قلت هاي وضيف لها هذا، لا حبيبي ركز. واخر شيء عن هاي مال الاسماء، عندنا جمع الشاذ، عندنا اسماء من نريد نجمعها ما تقبل اضافه الاس ولا الاي اس، يعني تكون شاذه يختلف شكلها. فعندنا المان من نريد نضيف الاس اليه، يعني نريد نجمعه يكون مان، يعني اقلب الاي الى اي ركز. عندنا الومن هماتين يعني اقلب الاي الى اي ونفس الكلمه صار ومن ومن هماتين. ماوس اوكي شوف تتغير شكلها تماما. ميس شيب شوف شارع نفسيتها نفس الكلمه. فيش نفس الكلمه ركز، شوف هنا انا فيش شيب فيش كاتل نفس الكلمات ما متغير. اوكي انتبه عليها. عندك تشيلدرن مهمه، تشيلدرن تشيلد تشايلد شو تصير؟ تصير تشيلدرن من تريد تجمعها. اوكي عندك اوكس اوكسن فوت تصير فيت
الأو تتحول إلى إي توث تيث أوكسز أوكسز. شوف هنا شلون صارت أو أي أس نفسيتها بالبداية، بعدها انقلبت الأي إلى إي نفسية هذا. بس ركز هنا تقريبا تجي تضيفها ويا ذني، وهذه التشكك عندك دبل أو هيجي أو هيجي أو هيجي تقلبه إلى إي تمام. عندك هذين الثلاثة، وعندك هذين الثلاثة هماتين شو اسمه يكون المشابهات، هذين الثلاثة يكون ينقلبن إلى إي، هاي تنقلب الـ I إلى إي، الأوكس تضيف إي إن، تشيلدرن تضيف آر إي إن، وومن تتحول الـ I الـ A إلى I، الهماتين الوومن كذلك هنا، هاي تتغير شكلها تماما تمام. فما بالامتحان شو يقول لك؟ ممكن يقول لك سيف صارت سيفز أوكي، ومان فراغ فأنت تكتب له مو هماتين أضيف لها S، المان ما تقبل إضافة الـ S، تكون الجمع مالتها مان تمام. هذا جمع الاسماء. عندنا اخر شيء اللي قلت لكم عليه من خذناه بالمضارع والماضي المستمر، مو خذنا انه اضافه الاي ان جي للفعل، فهنا شلون نضيف الاي ان جي؟ هاي اضافه الاي ان جي ممكن تجيكم بالملاءات وممكن تفيدك بالموضوع القواعد اللي قلت لكم عليه. فاحنا عندنا فقط هذني الملاحظات عن اضافه الـ ING للأفعال. شوف إذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح، حرف صحيح مو من حروف العلة، حروف العلة اللي قلت لك عليها خلنا نكتب هنا حروف العلة A I U E و O تمام. هذني يعتبرون حروف علة، عدا هني يعتبر حرف صحيح. فإذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح يعني مو من هذني وقبل حرف علة من هذني أوكي، واحد حرف علة واحد، نضاعف الحرف الصحيح، نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ING. عدا الفعلين visit و listen نضيف لهما ING مباشرة. نشوف عندك هنا ممن منتهي، منتهي بM حرف صحيح مو من هذني قبل حرف علة من هذني، فبهاي الحالة راح تضاعف الام اوكي وتضيف اي ان جي. شوف عندك جيت شو تساوي لها؟ منتهي بحرف صحيح قبل حرف علة ساكتين، ست كذلك عدا هذني نضيف لهن اي ان جي مباشرة. ملاحظة ثانية، اذا كان الفعل ينتهي بحرف اي يحذف، مركز عليها هو جايب الوزارة، يحذف ونضيف اي ان جي. مثلا عندك ميك صير ميكن، حذفت الاي وضفت اي ان جي مباشرة. رايت حذفت الاي وأضفت ING come وهكذا. ملاحظة اللي بعدها، عندك الفعل الحرفين الـ IE إذا أجنك بنهاية الفعل فبهاي الحالة تقلبهن اثنيناتهن إلى Y وتضيف ING. شوف عندك تاي بمن منتهية IE تقلبهن اثنيناتهن إلى Y وتضيف ING تاي وهكذا تمام. شوف بالامتحان الوزاري شلون تجيك الصيغة، يقول لك go صارت going، let فراغ فأنت تكتب له let him، أو ممكن drive driving وهكذا يعني في التوضيح هذني. آخر شيء إذا انتهى الفعل بالحروف W X Y ركز نضيف ING مباشرة، سواء كان قبل حرف علة حرف صحيح، أنت من شوف الفعل منتهي بهذني الثلاث أحرف أضيف ING مباشرة أوكي. مثلا عندك هنا منتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة، أنت المفروض على الملاحظة هذه أضيف له شنو؟ أضاعف الدبليو وأضيف آي إن جي. لا، لأن منتهي بدبليو وأنا قلت لك إذا انتهى بدبليو فبهاي الحالة أضيف آي إن جي مباشرة أوكي. عندك الفيكس منتهي بإكس، وهذا الإكس أنا قلت لك عليه، وهنا قبل حرف صحيح مو ضاعف، لا قبل أضيف آي إن جي. ستدي ستيل عفوا. عندك بلاي قبل تضيف لهن اي ان جي مباشرة. ركز على هاي الملاحظة تمام. هذني ملاءات اليونتي الاول ركز عليهن، يعني 100% يجيك من عندهن بالامتحان الوزاري. ما فت سنة ما جابوا من اضافة الاس، كلش مهمة دائما يجيبون من عندها اضافة الاي ان جي، المعاكسات كلش مهمة. فهذا الفيديو كلش مهم ودائما يجي عليه بالامتحان الوزاري، ركز عليه. اتمنى لك كل التوفيق واشوفك بالمحاضرات الجاية. مع السلامة.